جمعية السعادة الاجتماعية هي جمعية ديال الحي بوتريا، تأسست 1996، عرفت واحد العدد ديال الأعمال والأنشطة حتى في البداية تأسست من أجل إكراها تتعيش المنطقة، كتزويد الحي بالماء صحي الشرب، تزويد الحي بالكهرباء. الحمد لله توفقت في هذه الأعمال الأولية هذه، لكن بعد يعني وصلت للذروة في هذا النشاط، نشاطين بجوج، وقع واحد تراجع ديال الجمعية. أنا ذاك فكرنا ديال في تطوير العمل ديال الجمعية. أنا في الجمع العام ديال 2011 دخلت الجمعية برؤية أخرى، رؤية ديال تنمية الإنسان ديال الحي ديالنا، تنمية البشرية ديال الأفراد داخل الحي. فعلا بدينا بأنشطة يعني تكوينية بالدرجة الأولى، والتأطير ديال الشباب ما هملناش. فأول حاجة يعني أكدنا عليها هو تنمية المرأة باعتبارها إنسانة تتنمى معها جميع الأجيال. فمشينا في الملف ديال محاربة الأمية، ملف ديال الصناعة اليدوية بما فيها المنتجات النسوية بشتى أنواعها. الحمد لله توفقنا في هذه الميادين هذه كلها، وصلنا لواحد العدد اللي هو مشرف، حيث وصلت تقريبا في محاربة الأمية الأزيد 200 امرأة في محاربة الأمية. وصلنا لإنتاج واحد العدد، تدريب واحد العدد النساء على إنتاج الزرابي، دخلنا المشروع ديال أرغان، مشينا للتكوين ديال الشباب في ميادين متعددة، في المجال ديال التنمية الذاتية، المجال ديال يعني الإعلام، مجال ديال التواصل، لا كومونيكاسيون فرونسي، يعني واحد العدد ديال المجالات كلها مسيناها، ولله الحمد هذاك التكوين هو اللي خلانا يعني نفكروا في الإنتاج ديال هاد المعرض بهذه الطريقة هذه، لاختبار جميع هذوك الفئات اللي عملنا عليهم. فالمرأة جاءت بمنتجها باش تبين يعني تكتشف المستوى اللي وصلت وتبين على المهارات ديالها. الشباب جاوا في إطار تأطير المعرض. فالشباب الحمد لله تتشوفوا هنا كاين 4 لجان تعمل داخل المعرض، هي اللي قامت بالتنظيم، اللي قامت بالإعلام، اللي قامت بالتأطير، اللي قامت بالتواصل، كلها فئات شابة يعني لا يتعدى عمر ديالها 25 سنة. هاد الشباب اللي كاين في الجامعة في الليسي يعني هما اللي استطعوا يخلقوا هذه المعجزه الحمد لله. فهذه البادره اللي تختبروا فيها الناس شاركوها واحد العدد ديال الجمعيات في المنطقه من اجل يعني هذه التجربه نوصلوها لجمعيات اخرى، وهذا هو الهدف. فاحنا بعد ما دخلنا لهذا الميدان هذا لقينا اول حاجه تعاني منه الصناعه التقليديه هو الهيكله. فهذه الجمعيات الان اللي تمارس الصناعه التقليديه كلهم جمعيات اجتماعيه ماشي ديال الميدان الصناعة التقليدية، لكن هنا نضع وقت يعني نقطة استفهام، أين هي يعني الإدارات المسؤولة؟ فعلا هذه الجمعيات خذوا المبادرة منهم هما باش يخلقوا فرص شغل، باش يخلقوا مداخل لهم، فهمتني؟ ولكن الإدارة المعنية اللي هي الصناعة التقليدية والمكاتب الأخرى المعنية يعني أش نقولوا اسمو المكاتب المعنية بقات بعيدة. فجاء الآن هذا المعرض باش يعني نأكدوا على أننا غادي ندخلوا الميدان الصناعة التقليدية من بابه الواسع. وحنا إن شاء الله راه في داخل الحي غدا إن شاء الله غنأسسوا تعاونية نسوية حير يعني ديال الخياطة واسمو باش نخرجوا من هذا الإشكال، وبين جميع الجمعيات نشوف هذا الإتجاه باش نحترفوا داخل الميدان، ما نبقاوش بميدان اجتماعي نمارسوا مهام أخرى. وهنا تنهضروا على التخصص ديال الجمعيات، وهذا ملف اللي تنعاني منه تتعاني منه الصناعة التقليدية داخل تلوزان، هو تنهضروا على التكوين ديال الاعضاء داخل الجمعيات. فاهم مشكل تتعاني يعني من المجتمع الروداني هو ما عندوش فرص ديال التكوين، وهذا تتلبس به الجمعيات عامه. نعطيك مثال، مثلا الجمعيات كلهم تيحسبوا ان العمل الجمعوي عمل تطوعي، في حين ان القانون ولا الشرع تيعتبر ان العمل الجمعوي هو مسؤوليه، هو اداره، هو يعني مؤسسه. إذا الإنسان اللي يدخل المكتب ديال الجمعية يصبح مسؤولا وعليه مسؤوليات وليس عملا تطوعيا. هذه مسألة تحني على أن لا بد من تكوين العمل المكاتب ديال الجمعيات، الأعضاء مكاتب الجمعيات. الأعداد الجمعيات راه ربما 980 جمعية اللي وصلنا الآن في تارودانت بوحدها. هاد 980 تتم تلقي غير المكاتب تتم تلقي 25%
من الساكنه ديال تردانت الى خدينا السن ديال 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 البلوغ 20 سنه فما فوق 25% كلهم اعضاء، ولكن ما قدرش يخلقوا حتى شي انتاج حتى شي يعني تقدم حتى شي تنميه داخل تردانت لسبب واحد، لان عدم وجود تكوين الاعضاء ديال الجمعيات. فاحنا ملي جلسنا داخل الجمعيه يعني خدينا خدامين الان على برنامج، هذا البرنامج مسينا فيه يعني القسط الاول وهو العنصر البشري. العنصر البشري مثل نقول المراه الحرفيه رافعه التنميه، فالمراه يعني بالتاهيل ديالها غتادي بنا الى تنميه المدينه، وهذا هو الهدف. وجاي الشطر الثاني ان شاء الله اللي غنهضروا فيه على التسويق، لان غادي نمسوا حتى الجانب ديال الانتاج ديال المراه. ملي تكون مؤهله وتكون وتنتج خاصنا نلقاو ليها السوق فاش تبيع المنتوج ديالها، لان تشجيع وتواصل ذاك العمل باش يبقى يتنمى ان شاء الله. الحمد لله كما قلنا كاين لجان، واللجان تناخذوا عندها احنا المعطيات كامله، واللجنه اللي مكلفه بالابواب ديال المعرض عطتنا الاحصائيه ديال اليوم الاول. الحمد لله عطانا عدد ديال 4000 ما يزيد على 4000 زائر اليوم الاول. فالحمد لله معرض من خلال الارتسامات ومن خلال الزائرين الحمد لله يعني استطعنا ان نرفعوا من السقف ديال المعارض تردد. هذا سقف اللي بغينا جميع المعارض يمشوا فيه. يعني مساله التنظيم كانت المعارض ما تعرفش التنظيم داخل تردد. كان مساله ديال الاعلام ما كانتش مواكبه ديال الاعلام. الان كاينه لجنه تتعمل خاصه مقابله المسائل الاعلاميه. مساله ديال التواصل كاين لجنه خاصه تدير التواصل سواء داخل المعرض او خارج المعرض. فهذه الطريقه ديال التدبير ديال المعرض بغينا ان شاء الله تستمر وننموها ونكبروها للمعارض، لان هذا المعرض السنوي الاول، فاكيد غتجي النسخ الثانيه والثالثه ان شاء الله، ولكن بلمسات اخرى غير هذه اللمسات يعني احسن من هذا المستوى ان شاء الله. هذه من الامور الاخرى اللي زدناها باش نحيو باش يعني تكون واحد النشاط داخل المعرض، لان نعاني من شيء، نعاني من التمييع ديال هاد الانشطه. داروا معارض كثيره في تردانت يعني بحسب تكاثر الجمعيات داخل تردانت، داروا معارض كثيره، ولكن معارض ما تتلقاش المستوى ديال ان الانسان يجي ليها وهو فرحان ويدخل ليها اليوم ويرجع ليها غدا. هذا اشكال. اذا باش نقول للناس او دير يعني راه كاين واحد المعرض اللي هو في المستوى لا بد من انشطه موازيه، مثل يعني بدعنا في الموائد المستديره داخل المعرض، بدعنا في تكوينات داخل المعرض، بدعنا يعني استغلال بعض الشخصيات اللي تزور المعرض في الاراء ديالها في الافكار ديالها في الابداعات ديالها، باش نلقاو ان شاء الله. وهذا الشيء كل شيء يوثق وغناخذوه بعين الاعتبار في المحطات القادمه ان شاء الله. يعني كانت مائده مستديره اليوم اللي تدعوا لها الناس المنتخبون، لكن هذا اشكال، هذا من الاكراهات اللي نعيشوها. يعني الناس اللي غادي يجوا عندنا ويشجعوا هاد الصانعات ويوقفوا بجنبهم، لقيناهم بعد ما دعوهم هاد الصانعات باش يجوا عندهم رفضوا يجوا. دي فاحنا نستنكر غياب المجلس البلدي، غياب الكتابه الاقليميه كهيئات عليا يعني تدير مشاريع داخل المدينه وتغيب على بحال التظاهرات، هذا اشكال كبير. الحرف درنا بعض الحرف يعني حرف اللي ما دخلاش في الاعمال الحرف النسويه كضيفة شرف، ماشي كأنها رسمية داخل المعرض. فهذوك الناس اللي جاو ضيوف شرف، لأن باش يكون التنويع داخل المعرض، إلا المعرض راه هو تيهم يعني الجانب الحرفي النسوي فقط، غير هاد بحال الحدادة بحال مثلا الجيبس، هاد الناس جاو وطلبوا منا يحضروا كضيوف شرف ماشي كضيوف رسميين، وحنا استقبلناهم. الاخرين اللي غايبين فلعدم التواصل ما بغيناش يكثروا، فضيوف الشرف ما عمرهم تيكونوا اكثر من الناس المشاركين. انا كانسان اميل الى الامور الاداريه، تنقول ان الادارات المعنيه خصها تحمل المسؤوليه ديالها. الى جينا مثلا لتردانت كمدينه عريقه، والتاريخ تيقول ان تردانت اقدم من مراكش. تردانت الان فين هو الموقع ديالها امام مراكش مثلا؟ مراكش اللي ولا السياح يتوافدون عليه، ولات الصناعه التقليديه متقدمه، فاين هي تردانت؟ ومن المسؤول على التراجع؟ هذه نقطه استفهام اللي خصنا نطرحوها على انفسنا كاملين. من المسبب ومن وضع تردانت في هذا الموقع وفي هذا الخندق؟ هذا شيء خطير. اذا جو مثلا السياحه كبوابه لتنميه تردانت،
تلقاو حتى المرشدين السياحيين ما عندهمش حق داخل تارودانت. هذا شيء خطير. تيجي واحد مثلا من مراكش هو اللي عنده رخصه او من اكادير اللي عنده رخصه او من مدينه اخرى باش يدير الارشاد السياحي في مدينه تارودانت، ماذا يعرف عن تارودانت؟ واين هما ابناء تارودانت الغيورون على هذه المدينه اللي تمنعوا حتى من تاسيس الجمعيه؟ هذا اشكال. فاحنا من هذا المنبر ومن هذا المعرض نطلب الناس المسؤولين سواء في السياحه سواء في مديريه الصناعه التقليديه في جميع الهيئات المتداخله من اجل تنميه هذا القطاع، نطلب منها انها تلعب الدور ديالها. تارودانت لن نقبلها في هذا المستوى، ولن نقبل يعني الناس يتلعبوا بها بهالطريقه هذه. تارودانت تستحق اكثر واكثر واكثر من هذا. شكرا سيد الرئيس. ما كاين مشكل.